السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. جبنا لكم هذا الكولور هذا اللي هو الزرق، ودخلنا فيه الدوغي باش يفتحوا اكثر. كيف ما كتشوفوا المخد ديال 90 ولي كاردو، وكاينين الديبارات والسامبل ولي بتي كوسا. كيف ما كتشوفوا المخد ديال 90 فهما دو ستيل، كاين الشكل الاول بالباتشوا والشكل الثاني فهو بالديبار. كيف ما كتشوفوا المخده دايره كلها بالكابلي والقالون وبالباتشوا. شوفوا كيفاش داير المطراز، شي حاجه اللي طوب. بالنسبه لهذه المخده فهي بالديبار والقالون واللسان، ودايره كلها بالكابلي. ولي بتي كوسا فهما على هذا الشكل هذا، فبالنسبة لهاد الدار البنات فيها 10 المخاد ديال 90، 5 بالباتشوا و5 بالديبار على هاد الشكل هذا، وفيها 3 ديال لي بتي كوسا، وفيها 2 ديال لي كالدو، وفيها 12 متر ديال التلميطة سامبل كتفصلها على حساب العبارات اللي عندك، وفيها 6 ديال الديبارات البنات بالمطروز. كيف ما قلت لكم 6 ديال الديبارات بالمطروز، يعني هذا المطروز ممكن انكم تزيدوه في مخادي الا خاصينكم، ممكن انكم تزيدوه في لي كالدو في لي بتي كوسا، ممكن انك ديريه ديبارات ولا ديريه 3 ديبارات، كل وحده وعلى حساب الاختيار ديالها. وبالنسبه للثمن البنات فهو فقط 1500 درهم، 1500 درهم. غتفرشي الصالون ديالك بالمطروز بالديبارات بلي كالدو لي بتي كوسا بالمخاد بدو ستيل، فمرحبا و ألف مرحبا. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على 06 03 10 89 83، فمرحبا و ألف مرحبا بالجميع. بسم الله، السلام عليكم. عندي هاد الفنايق بالصينيه ديالهم، الصينيه الصغيره والصينيه الكبيره. هذه الصينيه ديال كيسان، ها هي كيف ما كتشوفوا معايا، كيسميوها شراف. هاد الصينيه كتهز 30 كاس وجوج برارد او 3 البرارد. غير انا غير حطيت لكم هاد الكيسان باش تشوفوها كيفاش كتجي في الحطه. تبارك الله كتبان غزاله في الحطه. وعندي هادو الفنيق ديالها، هذه الصينيه الصغيره ديالها تبارك الله. تقدروا تستعملوها بلا رجلين ولا هاد رجيلات وحدين اخرين. هذه الصينيه بغيت نوريكم الكاشي ديالها، ها هو الكاشي. وهذه صينيه الكيسان بحالها، حتى هي بحالها، راه معاها نفس الزواقه. هاد الصواني والفنايق كنطلب فيهم 1500 درهم، الثمن ديالهم 1500 درهم. والبراد تاعو اللي بغاه الثمن ديالو تبارك الله ثقيل، الثمن ديالو 300 درهم. يبغى شي حاجه من هاد الشيء اللي حطيت في الفيديو يتصل بيا في هذا الرقم اللي هو 06 74 26 00 56 كازا، وشكرا. السلام عليكم اختي، كدير اختي؟ لاباس عليك هانيه؟ نتمنىك اختي ان شاء الله تكوني بخير. عندي اختي هاد الروبو، هاد الماكينه هي ديال اسبانيا، ها هي اختي كطحن العصير صوبه كلشي، تدير لي كريب العصيرات دي فروي كلشي كديرو. ها هي اختي، ها هي مارك لا مارك ديال اسبانيا، ها هي اختي فيها ال هادي كاين هذا هي اختي الشاكي دايره،
هذا ديالها انكسر واخا يطيح في الارض ما يتهرش. هاد الكاس اختي ديالها. ها هو اختي التليفون ديالي 06 18 22 08 28 اللي كان اختي مهتم يتصل بيا. انا كنتواجد في الولفة كنقول 400 درهم راه دايرين اختي كثر ديال اسبانيا باقا بكرطونة ديالها. ها هي اختي الكرطونة ديالها هي هادي شتيها. ها هي لا مارك ديال اسبانيا. اللي كان اختي مهتم يتصل بيا وشكرا اختي بزاف اللي خطيك كنقول فيها 400 درهم قابله للتفاوض واحد الشويه وشكرا اختي بزاف. السلام عليكم اختي. لا خليك نحط عندك هاد العجانه صغيره باقا مزيانه خدامه مزيان. انت اللي بغاها مرحبا انا نوريها لك هي خدامه كدور. اللي بغاها مرحبا به راه باقا صغيره ولكن كنطلب فيها 150 درهم. اللي بغاها مرحبا. ها النمره التليفون اتصل بي انا في الدار البيضاء وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم يسر ويتعسر على الجميع. المهم اختي عندي هاد الطاجيرات هادو ربعه راه ثقالين طالعين عليا غاليين. المهم كنطلب فيهم 350 العيبات ديالهم اللي كيركبوا كلشي. المهم اللي بغاهم يتواصل معايا راه فيهم 30 في العرض و 90 متر في الطول. اللي عنده شي محل تجاري يخدموا لي اللي عنده شي كوافوره فهمتي راه ماركه ماشي دوك الطاجرات الخفاف. المهم ها النمره ديالي 06 65 20 19 30 كازا حي محمدي. الله يسهل. السلام عليكم. عندي اختي هاد لاباراي ها هي باقا جديده ما مستعملاش حجر وشارجور كنقول فيها 350. وعندي هاد لي بوط هذا ها هو النمره 37 78 ها هو ديال هاد دوميسيز ها هو توب من الفوق ومن تحت ها هو كاين جات فيه 150 درهم. وعندي هاد الشيشوار ها هو بوينطا ها هو ماركة ديال برا بغيت فيه 150 درهم. اللي بغاه يتواصل معايا في النمرة 06 65 20 19 30 خليتكم الراحة. السلام عليكم اختي مولات القناة كي دايره لاباس عليك هانية امك بخير ولا خير. قلت الله يجازيك بخير وحلي عندك الطليم تاتا هما راه كاينين عشرات الخديات ديال 80 انتي كاين عشرات الخديات ديال 80 وكاينين 6 الخديات في هذا الشكل هذا في هذا الخديات صغار كاينين 6 بحال هكايا. ها انت اختي العبار واحد طلميت فيه واحد فيه 3 متر و 78 واحد فيه 2 متر و27 جوج متر و27 واحد فيه جوج متر و38 هانتي اختي هما اللي بغاهم يتصل بيا ونعاود العبار. واحد فيه 3 متر و78 واحد فيه جوج متر و27 واحد فيه جوج متر و38 هانتي اختي هذا هما العبار اللي فيهم. اللي بغاهم اتصل بيا ونعاود نشرح ليه. نمرة تليفون 06 32 21 63 33 كازا. اللي بغاهم اختي مرحبا ارسال لجميع المدن فين ما كان صيفطهم لي. انتي اختي 900 درهم الثمن 900 درهم انتي اختي. السلام عليكم. عندي هاد الطلامط فيهم ربعة واحد فيه 4 متر وواحد فيه جوج وواحد اخر فيه جوج
وواحد فيه ثلاثة يعني ربعة، يعني هذا طويل فيه ربعة متر. وعادي عندي هنا 12 مخدة، هادو 12 مخدة كنقول فيهم 1000 درهم. والزربية طويلة طويلة غتاهي فيها 4 متر، هاي صمتة اللي ما عندوش البيت عريض راح تسدادر كنطف فيها 500 درهم. المهم النمرة راه 06-65-20-19-30. السلام عليكم. عندي واحد الزربية فيها 4 متر في الطول ومتر و15 في العرض، اللي بغاها مرحبا. ها هي اللي عنده شي بيت طويل ولا عنده شي محل تجاري، هادشي اللي كاين. كنطفي 400 درهم. المهم التليفون 06-65-20-19-30. سلام اختي مرات القناة، كي دايره لاباس؟ كلشي مزيان. هانتي اختي كاين هاد الطلامط بغيت نبيعهم، ها هما نوريكم بعدا الشكل ديالهم باش من بعد نكتب لكم الديتاي ديال شحال فيهم من متر وداكشي شحال كاينه من الخدة. وهذا هانتي راه باقيين مزيانين، هنا كاين الضو. هانتي هذا ديال الصالون ياك، تنعطيكم الديتاي ديالهم. كاينه هاد الزربيه حتى هي بغينا نبيعوها. هادشي انت درا ماشي غير عافسين على بالميدا، بقى مزيانه هي والطابيه ديالها. واللي بغاهم يتواصل معايا، انا غنخلي لكم الديتاي والنمره وكلشي. انا كازا، شكرا اختي، بارك الله فيك.